escalope, le blanc de poulet farci. Les blancs de poulet, et donc on a avec la carcasse, on a un bouillon de. Enfin, on a mis le poireau, etc. On a mis les sauces. On a mis les deux blancs de poulet. بعد ما نحيو لهم العظم بيان سور نحلوهم في النص نحلوهم او ميليو هذيك اللي تم اللي رايحين نديروا لا فارس رايحين نديروها بالفرماج نحطو دو كوتي لي دو بلون دو بولي تاعنا نبران ان بول نحطو فيه دابور شويه زبده نص مغرف هكا تاع زبده ولا باسكو كاين عندنا غير دو بلون راح نحط معاهم دو بورسيون دو فرماج حطوا الفرماج اللي تحبوا ليسونسيال يكون طري راح نحط المعدنوس بيان سور قصيته رقيق ملح فلفل الكحل ونخلطوا مليح حد بلوتو 10 قارص راني نسيت حطوا ملح فلفل الكحل و10 قارص نخلطوا مليح هاد لي زانغريديون مع بعضهم حتى تذوب لنا هذيك الزبده والفرماج يندمجوا مع بعضهم مع المعدنوس قلنا بعد نزيدو لي زوليف دي نوايوتي ومقطعين هكا اون بيتي روندال اون بيتي مورسو فوالا 10 تاع القارص نزيد نحط الملح الفلفل الكحل و سي بون حطيته ونزيدو نخلطو بيان بلا فورشيت ندخلوها بيان مع بعضهم هذه هي لا فارس لي كون فا يوتيليزي بور لي بلون دركا اون فا فارسير نو بلون دو بولي نحطو لهم بيان كوم il faut لي دو رايحين سوا نحطوهم في البابي فيلم بعد بابي الو سوا نديروهم على فابور ولا او فور ثم vous avez le choix de le faire كيما شفتيوني فارسيت لي بلون دو بولي تاعي درك نحطهم قلنا نفرشو دابور بابي الومنيوم ومن بعد نزيدو نحطو فوقو بابي فيلم باسكو على بالكم بلي بابي الومنيوم اللي توكسيك نحطو بابي فيلم دخلوهم يطيبو قلنا سوا في الفوق ولا في الفابور درت معاهم شويه بطاطا على فابور دي طومات قلت لكم سي ان روبا تري تري ليجي لي جون لي يحب يحبوش باش ما يتقلاوش كلشي سينو لي يحب يديرهم بعد يحمرهم بعد ما يطيبوا في البابيي يحمرهم شويه في الزبده في المقله هكا سي با زان بروبليم بصح واحد لي مداير ريجيم دو بريفيرونس يفو لي مانجي كيما راهم هكا بعد ما يطيبوا في الفوق قلنا ولا على فابور اون بو لي مانجي اي سون تري بون تري ليجي لي با دو غرا نتمنى لكم شهية طيبة مع السلامة إلى الملتقى إن شاء الله.